مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ جاسر مصطفى ونو مور. متحمس كثير احكي بهذا الفيديو لانه سؤال جاني من واحد من الناس اللي بتتابع على الشانل، وسؤال انا بشوفه صراحه جدا مهم للناس اللي بتقدم على وظائف خاصه في دول الخليج. السؤال بدون ما اطول اكثر من هيك، اخي جاسر، في شخص ارسل لي ان ارسل له السيره الذاتيه وبعدين ارسل عقد عمل، فارسلته هل بدون مقابله؟ حكى لي انه قال لي انه علي دفع ثمن الفيزا كدليل على انه اريد العمل معهم، واظن ان العمليه مهمة. شو رايك؟ ملاك المنصب والشركات اللي بتنصب كثير تبين بوضوح اول ما تبلش تاخذ تعطي معها. اول شغله، اذا الشركه تواصلت معك من غير ما انت تكون اساسا باعت لها، واللي بعت لك كان عم يبعث لك من ايميل واضح انه هو ايميل شخصي لواحد، ومباشره بلش يحكي معك ومرحبا وكيفك وبدنا نقابلك وبعث لي السي في تبعك خلينا نشوفها عشان نشوف هل انت مناسب للوظيفه ولا لا، بعدين انت بعثت له السي في راح قال انت مناسب وقام بعث لك عقد عمل بشكل مباشر، ويوجوالي بيكون الراتب فيه راتب مرتب انت ما تكون متوقع انه هالقد يلا بدي اطلع، وبعدين بيقول لك مصاريف الفيزا عليك، فبعث لنا ثمن الفيزا عشان نقدم لك على الفيزا علشان نتاكد انك انت شخص مناسب او شخص جدي في هاي الوظيفه. لهون اذا صار هذا السيناريو معك بقول لك هاي عمليه نصب 100%. واللي بدي احكي لك اياه انه ديروا بالكم من عمليه النصب، في كثير ناس بيستغلوا حاجه الاشخاص اللي بيدوروا على وظائف وعارفين الوضع الاقتصادي اللي في كل الدول اللي ماكل هوا، فبلش هو يتواصل معك وبيحاول يكون بروفيشنال او بطريق رسميه، واللي بخليك انت تحس انه ليش ما اروح، يعني فرصه اضيعها على حالي، فبتروح انت بتوقع بفخ هذا الموضوع، بتروح تبعث له المبلغ اللي هو بيطلب منك للوظيفه او للفيزا، وكان الله بالسر عليم، بعد هيك لا بسمع منه ولا بسمع منه. فديروا بالكم من هاي الاشياء. اللي بدي احكي لك اياها، العلامات اللي اكيد 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 عم تحكي لك انه اللي عم بتواصل معك هذا يعني 80% نصاب، اذا انت ما قدمت على الشركه وما بتعرفه ولا بعرفك وسالته من وين بتعرف عني، قال لك انا بعرف عنك من الموقع الفلاني وانت اصلا ما عندك اكونت في المواقع الفلانيه، فهاي عمليه نصب على الاغلب. الشغله الثانيه، بطلب منك هو يبعث لي السي في تبعك. يوجوالي الناس اللي بتوظف مش فاضيه هي تدور على الناس الثانيه وتحكي لهم بعثوا لي السي فيات تبعتكم، واساسا بيكون واصلهم عدد هائل من السي فيز، الا اذا في ريكومنديشن من اشخاص بيعرفوا قالوا لهم هذا الشخص والله شاطر، ويمكن كمان احتمال انهم هم يحكوا معك قال لي راح تقول لهم طب خلوه يبعث السي في، فانت تقوم تبعث السي في، يعني انت اللي راح تكون عم بتبلش العمليه. الشغله الثالثه، ما في شركه راح تطلب منك انك انت تبعث لها فلوس قبل ما انت تيجي، وانك انت لما تتوظف تبلش شغل معهم وخلص امورك تمام. هلا يمكن الشيء اللي يصير انه ما يامنوك مثلا بفندق اول ما توصل، فيحكوا لك السكن عليك من اولها، هون ممكن تصير في شركات تعمل هيك. فنحكوا لك ابعث لنا سعر الفيزا، ما حدا راح يقول لك ابعث لنا حق تيكتس الطيران عشان نشتري لك اياها وانت تيجي، ما حدا راح يقول لك هيك، او بيحكوا لك انت مثلا السفر عليك والاقامه عليك من اول يوم، ممكن تصير هاي الشغله. اما انه يحكي لك حول لي سعر الفيزا وسعر الاقامه وسعر الفندق اللي نحجز لك اياه والى اخره، ما حيصير. ممكن في شركات شو بتعمل مرات يعني، وهي قليله اللي انا عرفت عنها، هي بتحجز لك الفندق لما انت تيجي بيحكوا لك هذا سعر الفندق عليك، فبيخصموه مثلا منك من اول بدل سكن انت راح تاخده، وبعدين عادي بتكمل امورك تمام. من الشغلات اللي اكيد بتبين انها نصب، اذا بلش يعطيك رواتب فلكيه هي مش برينج الرواتب الموجوده في البلد اللي انت رايح عليه، وهذا ببين دايركت، اذا تعرف حدا معين في البلد اللي انت رايح عليها سمبلي بس اساله انا اجاني هذا الرقم هل اروح ولا ما اروح، فبين معك هل هو فيك او نصب ولا هو شيء حقيقي. بدك تدير بالك انه عمليات النصب كثيره. كمان من الاشياء اللي بتصير فيها عمليات نصب كثيره في دول الخليج، انه اذا انت تواصلت مع حدا وقال لك انا ببيعك اقامه وانت بتيجي على البلد وبتدور على شغل، مرات كثير من هاي العمليات تكون عمليات نصب. هلا هو اللي بيصير انه هي اصلا الليجل انه يبيعك اقامه، بس في ناس تعملها، بيشتري اقامه وبيجي يدور على شغل وممكن يلاقي شغل وعادي يحول اقامته على الشركه اللي بده يروح عليها بعد سنه، او يعمل اعاره على الشركه اللي بده يشتغل فيها اللي لاقى فيها شغل، او حتى يشتغل في الشركه اللي لاقى فيها شغل من غير ما ينقل اقامه. فهي بتصير قاعده في دول الخليج، بس المشكله احتماليه النصب في هذا الموضوع عاليه،
ممكن انت تحول الفلوس يشتري لك الاقامه او ما يشتري لك الاقامه بس يختفي، فانت ما يعني ما لك يعني كيف بدك توصل له، والقانون لا يحمي المغفلين، وانت اصلا مش في البلد عشان يحميك القانون تبع البلد، فبدك تدير بالك من هاي من الاشياء اللي بتكون نصبات. مرات كمان للاسف تروح وبتشتغل في شركه وبرضه بتصب عليك الشركه، اما بصيروا يتاخروا عليك في الرواتب وبشوفوا انه هذا الموضوع عادي شهرين ثلاث اربعة خمس شهور، وبعدين لما انت تيجي بدك تترك لانه لك اربع شهور مش ناخذ راتب اكيد يعني خلص يعني نوع خلص المصاري شو اسوي بعد هيك، فتيجي بدك تترك بيحكوا لك احنا عادي بدك تترك اوكي مع السلامه بس احنا ما راح نعطيك مستحقاتك يا جماعه الخير، شو اللي ما احنا نعطيك مستحقاتك والله ما في فلوس اصبر علينا اليوم بكره اليوم بكره اليوم بكره، لك عندهم لتسي مثلا 50,000 بيجوا بلشوا يتفاوضوا معك ونعطيك 15,000 منهم وبننهي الموضوع. يا جماعه وين 15,000؟ هلا في قانون اكيد بيحمي، بس المشكله انه في شروط عشان يحميك القانون مش هدخل فيها كثير، وانه اذا انت ما قدرت انك انت تكون محقق هاي الشروط ما راح يكون لك حق انك انت تطالب بهاي الفلوس، ولو كان محقق هاي الشروط وانت شكيت عشان تاخذ فلوسك فاحتمال انه يطول كثير قبل ما يطلع قرار ويرجعوا لك هاي الفلوس، فديروا بالكم من هاي القصص اللي ممكن تصير معك. اذا اجالك فرصه عمل او عقد عمل في مكان معين تعرف اشخاص في هذا المكان المعين فتواصل معهم خليهم يسالونك عن هاي الشركه او اسالهم عن هاي الشركه انه موجوده مش موجوده كيف وضعها في الرواتب هل في نصب ولا ما في نصب هل رواتبهم منيحه هل الراتب اللي عرضوه علي هذا منيح ولا مش منيح اوافق ولا ما اوافق، كل هذا الحكي اذا انت عملته فانت بتحمي حالك بنسبه 80 ل 90% من انه ينتصب عليك باي شيء متعلق في الوظائف في اي دوله انت راح تروح عليها. ان شاء الله ما حدا يوقع بفخ انه ينتصب عليه من هاي الناحيه لانه الموضوع صراحه كثير مؤذي، صار معي انا شخصيا وساوموني على نص المبلغ اللي انا لي في الشركه، ولانه ما حققت انا الشروط اللي بقدر من خلالها اطالب في الفلوس اللي لي، ولانه صراحه ما كنت بدي اوجع راسي كثير واقعد الاحق ورا الموضوع، فانا انهيت الموضوع باني انا اخذت نص المبلغ اللي لي وقلت لهم سلام لا بدي منكم شيء ولا بدي اشوفكم ولا بدي تشوفوني، فديروا بالكم من هاي الشغلة. خليني كمان احكي لك قبل بقول لك سلام انه في ويب سايت عم بحط فيه معلومات تواصل مع عدد كثير كبير من الشركات عم بحكي بك اكثر بالفيديو من الفيديوز اللي انا بعملها اللي دخل في الوظائف، هاي المعلومات التواصل ممكن تلاقي فيها 6000 جهة اتصال او اكثر باسعار رمزية، تقدر تدخل على الويب سايت اللي اسمه www.gisobuy.com ادخل شوف اذا في فايل بناسبك، فاذا شفت سعره مناسب لك خده مستفيد منه، وان شاء الله انه كلكم تستفيدوا من اي شيء انا عم بحاول اعمله لهون، بقدر احكي لكم يعطيكم الف عافيه ومع السلامه.